شاء الله ما شاء الله. كيف حال اهل الناظور؟ الحمد لله. كي داير مزيان؟ اش بلاصه في الناظور دري واش الزغنغ؟ ما شاء الله ما شاء الله. كيف الزلزال هاد الايام في الناظور؟ الخوف على الجد سبحان الله. هاد الساعه دابا جوج مرات اليوم جوج مرات في الزلزال في الناظور. الخوف على الجد يخرجون الناس برا. ايوا أسأل الله أن يثبت قلوبنا ويثبت الأرض التي نسير عليها ويثبت الأحوال على خير طاعة إن شاء الله. اللهم آمين. هذه غير الله عز وجل يريد أن يذكر الخلق بعظمته وقوته، مفهوم؟ الزلزال ما هو إلا جند من جند الله، لعل فيه رحمة وخير بإذن الله تعالى، تفيق القلوب والأبدان وترجع إلى خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. أي نعم، لعل فيها خير. ولعل الزلزال ربما احنا ننظر اليه من جانب الشر، لكن ربما هناك جانب خير، مفهوم؟ والله هناك امور اخرى يدبرها العالم الغيب والشهاده الله عز وجل، مفهوم؟ يعني قبل مد يعني مش بعيد كان وقع ان البحر في جهه سلا والرباط، خصنا جهه سلا، يعني البحر وصل حتى للديور، لكن الناس كان فيهم الهلع والخوف وصيبوا بالذعر أمور عظيمة، لكن كانت معها خيرات. شنو الخيرات؟ لما رجع البحر اكتشفوا أنه رمى جملة من الأسحار، فهمتي ولا لا؟ يعني الحكيم سبحانه يدبر كيف شاء، فهمت؟ تدابا قال لك طلعوا الماء في البئر ولا شي حاجة كيطلع سبحان الله. اي نعم، هو ترى انت من جانب الشر لكن فيه خير، وعسى ان تكون خير لكم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هو بزلزال حركه ارضيه هنا الماء يصعد هنا، لعل دعوه صالح اصابت، فهمت؟ دائما ننظر اليه من جانب الطيب ماشي من جانب الشر والسوء، هكذا يجب ان يكون المؤمن. طيب شنو المشكل ان شاء الله تعالى؟ ما نقولش مشكل، شنو الامر؟ خير باذن الله. التليفون مره في الصباح الهولندا، نعم، وداني في كازا عند الشيخ، نعم، كنت يسلم على الشيخ ما شاء الله. سلام إليه إن شاء الله. أخشى كما أخى الشيخ ممكن نعيش مزيان. طيب جيد. وبعد ما كان خاف بس اللي ضيقة كان خاف فيها، كان قلت المكان اللي ضيق نحرف الديارة ولا شي حاجة، إلا ما تقل عش كان خاف ضيقة. والأماكن اللي مغلوقة ما كان خافش منها؟ اللي لا عارف غد تحل. كيف لا عارفه غتحل؟ توضح لي. الا عرفت الا عندي ساروت ولا شي حاجه ولا كاين شي واحد تما، نعرف نقدر. الا ظنيت انه غيسد عليك ويمشي؟ لا كنخاف. تخاف؟ والاماكن ضيقه. الاماكن ضيقه بصح، حيت هنا كاين واحد الاستفهام. طيب الاماكن ضيقه والمغلقه والظلام تخاف منه؟ لا ما كنخافش. تخافش من الظلام؟ في الطريق تمشي وحدك ما تخافش؟ لا تنعس بوحدك في مكان ما تخافش، فقط تخاف من الأماكن الضيقة والمغلقة. من كم سنة عندك هذا الإشكال؟ عندي 50 سنة. لا، من متى عندك هذا المشكل هذا؟ مش حال المشكل تقريبا. ماشي بزاف، يمكن شي 20 سنة هكا. 20 سنة. وكندير رقية في الدار وكندير في اليوتيوب. طيب وكندير بعض المرات واحد العام اللي فات اللي واحد دار لي الرقيه. ايوا اللي عندك السحر وعندك العين، واحد قال لي عندك العاشقه الجنيه. السحر والعين والعاشقه صح؟ هذا هو التشخيص اللي قال لك هو. لا، واحد سيدي مشي عنده الخليفرة راقاك رقيه شرعيه بالقران. جيد. قال لك عندك سحر وعين وجنية عاشقة، شنو وقع لك أثناء عندما رقاك؟ شنو شعرتي؟ ما وقع والو نهائيا. وكيف عرف يعني؟ الله أعلم. طيب هنا استفهام، يعني قرأ عليك الرقية ما شعرت بشيء، ربما أنت حكيتي له شيء، حكيتي له أشياء من خلال الحكم مثلا. اللي عندك تصويرة، أطلب منك صورة. صورة. طيب هذا رقي شرعي يرقي بالرقية الشرعية وطلب منك صورة. صورة من؟ صورة كانت الصورة ديالي. طيب نسألك سؤال، انت كتظن راقي شرعي يسأل يطلب صورة؟ لا، حتى انا قلت هذا الناس قال لي ها؟ لا، ماشي ممكن. ما من انسان يطلب صورة فهو ليس شرعي، العلاج لا يكون بالصور، هذه من فعل الكهان العرافين السحرة المشعوذين، قل ما شئت، لكن ان يكون ينتسب الى الرقيه الشرعيه هذا يختفي كيتخبى وراء الرقيه الشرعيه.
لأنهم علموا أن الناس الآن يتوجهون إلى الرقاة الشرعيين، فالكل أصبح يدعي الرقية الشرعية، حتى المشعوذين وغيرهم الآن يتكلمون باسم الرقية وباسم القرآن، لأنهم علموا أن بضاعتهم صافي خلاص، الناس مبقوش بغاوها، الحمد لله هناك وعي، هناك إدراك، لكن يضحكون على العقول ويستعينون بالجن ويسحرون حتى يصلوا إلى الغاية، ما يستطيعش يعالجك لأنه خلاص اعتاد على أمر، تعلم أمر فقط هو الأذية. فلا بد أن يسأل سيد وخادم دياله والأعوان دياله عن طريق الأثر أو عن طريق الصورة أو أي شيء له علاقة بالاسم الإنسان اللي سميته وسميت بامه وما شابه، فقط الصورة. وأعطيته الصورة بصراحة يعني؟ لا، أعطيت الصورة وارجع عليه. طيب لما الصورة نظر إليها فقط، الصورة كيخرج عندي واحد الجن هو اللي كيقول لي اسمك. لا طيب انا وضح لي الصوره. مثلا هو طلب منك صوره، انت جبتي صوره فعلا اعطيتها، بقى جالس امامك قريب منك، لا خرج بعد عليك ومن بعد رجع عندك، كم تقريبا ديال الوقت اخذ باش رجع عندك؟ خمس دقائق، شي ساعه، ساعه ونص، ساعه ونص عبش رجع، عبش جات له الارساليه بس نمشي معاه الدار. يعني عنده الامور ماشي هما هذوك، يعني الريزو عنده ضعيف، فهمت؟ لإرسال الشبكة ضعيفة، ساعة ونص رجع عندك. طيب بعد ما رجع عندك بساعة، ساعة ونص، شنو قال لك؟ واحد مشيت معه واحد سيد قال لي، قلت له تعطلت خصني نمشي خصني نسافر، قال لي أنا مشى يصلي، مشى هادي، مشى هادي. ومن بعد من لما رجع؟ أنا عيل قلت مشي معي المنزل، مشيت معي المنزل البيت ديالو، باش يقرأ معي القرآن. القرآن، طيب وقرأ عليك القرآن. طيب وفي النهاية شنو قال لك بعد القرآن؟ ما شعرت بشيء. أعطاني الماء ومشيت. وشنو قال لك عندك؟ قال لي تعم... قال لي في... من رجع قال لي فيك، ها شنو فيك؟ العين والعاشقة والجن، عاشق العاشقة والسحر، رجما بالغيب. قال لي عمل تعمل سورة البقرة 3 شهور، 90 يوم. هذا هو الحق مع الباطل. أنا أوضح شيء من باب التبيان، من الناحية الشرعية الذي له الحق أنه يعطي قراءة أذكار أو صورة أو صور بعدد معين، تفهم كلامي؟ بعدد معين هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لأن هذا الآن هو صار في مكان التشريع. يقول لك مثلا قل لا إله إلا 100 مرة، من يقولها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سبح دبر الصلاة 33، احمد الله 33، كبر 33، هذا الذي يقولها محمد صلى الله عليه وسلم. كان يستغفر الله 100 مرة، هذا العدد خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، أقل منه أكثر دون قيد، جيد. لكن أنك تصيب السنة بالعدد هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنك تحث الناس على ذكر أو آية معينة بعدد معين لا يحق لك، لا يحق لأي إنسان. وإنما هناك من باب حسن الظن أو الاجتهاد بعض الإخوة الرقاة والمعالجين، أقول الشرعيين، قد يعطيها عدد معين، مثلا إقرائها كذا وكذا، هو يريد فقط أن يعلي الهمة حتى الناس ما يتأخروا، ما يعني يقصروا في أمر الاجتهاد حتى يبقى عقلهم مع ذلك العدد. لكن أقول له بيّن لهم أن فوق العدد أو زد عليه، يعني فوق العدد، يعني لا تكون العدد معين حتى نوقع الناس في البدعة. فهذا هو الذي أصبحت الآن الناس هي بدعة ويظن أنها سنة. الاجتهاد شيء، ولكن باب التشريع والتوقيف شيء آخر، هذه لا بد أن تفهم. طيب هذه مسألة، إذن دائما في الأذكار الصباح والمساء أو في الترغيب للنبي صلى الله عليه وسلم في آية في أدعية معينة، حينما يعطينا الشارع عدد معين نقف عليه، ويجوز فيه التقييد بالأصابع إنه مستنطقات، حتى أن العلماء رخصوا لمن عنده النسيان بالمسبحة في هذا الذكر المقيد، دونه لا يلتفت إلى المسبحة، فهمتي؟ هي التسبيح. إذا باش حتى يكون العدد واقف على ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فيه بركة، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحكمة يعلمها من ربي، يعلمه إياه محمد الله جل وعلا. إذا دون ذلك ما نلتفتش ليه. هذه مسألة. مسألة الصورة لا يجوز، الصور لا يجوز أبدا، هذه لا يجوز. أثر صورة، أثر لباس، هذه كلها أمور شعوذة ودجل وسحر، لا يجوز. أما يقول لك مثلا نقرأ عليك القرآن ومعاد الأمور تجمع بين الحق والباطل والسم والعسل، وهذا بضعه ترد عليه، لا يلتفت إليه، إذا ذلك يضحك على العقول. الشرعي شرعي، لا يجمع بين الحق والباطل،
واضحة هذه. ثم مسألة الأماكن الضيقة والأماكن المغلقة هي اللي غادي إن شاء الله بإذن الله نعمل عليها بإذن الله حتى تظهر طاعة الله عز وجل. طيب التعطيل يعني التعطيل عندك في كل شيء ولا فاش بالضبط؟ على حسب انا مثلا على حسب الخدمه يمكن نشوف شي نلقى شي خدمه نقدر ليها ولكن كيبقى لي شي حاجه بحال ما عنديش الغرض باش نهيئ ليها ولا شي حاجه بمعنى انك انت الان تشعر ان عندك تعطيل في الامور، كلما تريد ان توجه الى جهه ترقى تجد تعطيل او خمول او ضيق او نفور او ما شابه ذلك. طيب هذا يتضح بالرقيه الشرعيه. هناك انبياء فضل الله عز وجل بالقران بالايات بالادعيه باذن الله عز وجل تظهر الاعراض او نقف على امور تدعونا الى الاجتهاد اكثر فاكثر باذن الله ويزال هذا الاشكال وهذا العائق وهذا التعطيل. طيب هناك امور اخرى مع الزوجه مثلا علاقتك مع طيبه في الصلاة جيد تصلي جيد تقرأ القرآن جيد ما عندك يعني أعراض في الجسد مثلا تمريض مثلا عضو من الأعضاء تشعر بثقل أو بفشل مثلا أو بضيق أو بداء في جهة معينة في الجسد في الرجلين في عندي شي حاجة أيشنو كيحرقوني شي حاجة كتحرك كيحرقوني شي حاجة حريق ألم يعني يمكن من الرياضة ولا شي حاجة كتعمل الرياضة جيد ما شاء الله. طيب ما عندكش ألم في الظهر مثلا؟ لا ما عندكش. وسواس عندك وسواس؟ وسواس بعض المرات تثاؤب فيه. المهم ما عنديش وسواس بحال ما عنديش لا. علاقة بالأبناء جيدة؟ مع الأبناء ديالك؟ مع العلاقة مزيانة؟ مزيانة. إذا علاقتك على العموم مع الزوج جيدة، مع الأبناء جيدة، مع الناس عموما جيدة، فقط عندك المشكل هو التعطيل في العمل وفي الرزق. طيب والصلاة كتصعب عليا شو الصلاة هذا هو السؤال اللي سألتك نعم كتجيك كيفاش كتصعب عليك؟ لحقاش كنت خدام مع النصارى طيب وفي شنو الإشكال نخدم مع النصارى؟ فاش تسلم شي بلاصة صحيت شوية تسلم شي بلاصة ولا شي حاجة الصلاة ما تلمسها بالعكس أنا أقول لك والله حينما تحافظ على الصلاة أمام يعني حتى معهم يحترمونك أكثر يعلمون أنك صادق وأنك مع الله سبحانه وتعالى صح لك يحترمون وفيك الإشكال ولكن حتى تخرج شي بلاصه عاد نشوف واش نصلي ولا ما نصليش عادي جدا اذا لما يحين وقت الصلاه مثلا بحال الان اذن الاذان الانسان خلاص عقله يبقى مشغول مع مساله فريضه لابد ان تؤدى امانه يجب ان يؤديها اذا هو غيبحث على مكان فيه خمس دقائق ماشي اشكال غيؤديها كما هي بفضل الله تعالى وينصرف ما يبقى جالس صح سماح الخاوي كيكون الامكانيات غير تكون الشروط في المكان اللي غتصلي فيه فهمتي يكون طاهر بفضل الله وجعلت للارض مسجدا طهورا يعني الارض كلها بفضل الله مساجد ما يكونش فيها الامور كالصور والتماثيل وهذه الامور صح. ها صح. طيب جيد المهم على اي احنا ان شاء الله كل الامور نناقشها فيما بعد بالتفصيل اذا المشكل اللي انت كتعاني منه هو مشكل التعطيل ها اذا هو الاشكال اللي عندك فقط تذكر اي اشكال لان اثناء الرقيه نحاول نتعمق في الامور اللي انت كتشكي منها الامور تبقى فرعيه يعني باش نوصلوا للداء لان احيانا يكون مس خفي يكون مس يعني حقيقي كلي نسي جزئي يقدر يكون سحر عين حسد يعني اثار نفسيه او كذا كلها باذن الله نلقي نصلت عليها الضوء بعض المرات مع الاولاد لحقاش في الدول الاوروبيه صعيب شويه الحال ما يجيش في الوقت ولا شي حاجه ابناء كبار ربيتهم تاع الاسلام على الصلاه على بر الوالدين على حسن الجوار ربيتهم على كيقراو العربيه شويه ماشي بزاف شويه راه هذه من الرواسب اللي عاد الاشكال عاد المغاربه وعاد الجاليه العربيه المسلمه بشكل عام انه يظنوا ظن سوء الجاهليه على انه حينما يتقافوا على ثقافه اوروبا ويتناسوا شاعر الاسلام انهم غادي ينجحوا انه يكون عندهم شان وهذا من الخطا أعظم شيء نربي عليه ولدي هو الإسلام علموا أبنائكم الصلاة سبع وضربوا عليه عشر وفرقوا بينهم في المضاجع هذا الحديث يحتاج إلى بسط طويل جدا والآن الإبن في أوروبا ينعس مع أخته عريان قدام مباه عريان في الشارع تحكمه أحكام أوروبا مع أن الأصل أنه مسلم عربي مسلم وأنه يعني محافظ وإمتى كيتجرعوا الآباء الغصة والمرارة من اللي كيكبروا علاش كيكبروا؟ لان لما كان شاب مثلا تكتي شاب كتيبان لك انه مزيان يكون ولدي منفتح حيت انت كتمنى الانفتاح
مثلا. ولما تكبر وكتشرب عقلك تصبح ترى الناس بالعقليه اللي عندك الان، لان العقليه كنشوف بها دابا انا ماشي عقليه قبل 20 عام 15 عام. فبعض الناس ربما يلاه بغى يكون بحالي في ذاك السن، اندفاع وانفعال والقوه، فانا ارى انه عبث يعني كيتحرك بزاف. فنبغي نحكم عليه كيف انا صعب، يعني لابد ان يتربى وفق ايدي ناس ربانيين باش يعلموه الثقاله والنضج قبل وقته من يكون ذاك السن. لو ان تعلمنا احنا كذلك كان الامر غير. فلهذا الاباء ملي كيكبروا عابش كيبان لهم ولادهم راهم ضاعوا، ولكن علاش ما باش قبل؟ لانك انت كنت اصلا ضيع بحالو كما كنتيش كترد البال. ولهذا لابد تعمل ذاك اليوم ولادك تربيهم تزيرهم من الصغر، ماشي من تزيرهم تعقدهم، لا، اضع بيده ما شئت من خيرات ولكن وفق الشرع، وفق ضوابط الشرع، فهمتي؟ فلهذا اللي مقرش وضوء على العربيه، ما حفظوش ايام القران، ما معلموش تعاليم الاسلام، وكيفاش غيندم هو ويتحسر لولده بعد عليه؟ انت تلام، انت السبب، صح ولا لا؟ تركته اليهود والنصارى في مدارسهم، في شوارعهم، في مقاهيهم، في حاناتهم، في ملاهيهم، والدريات الفساد وكذا وكذا. طيب السؤال، وانا هذا السؤال يطرح نفسه، كم عدد الاباء والامهات اللي في اوروبا هم عربيين مسلمين يعرف ان بنته لا زالت بكام؟ واش معايا ولا معاياش؟ فهمتيني ولا فهمتينيش؟ وهل يستطيع يتجرأ يقول لي انت واش بكر ولا ثيب ونديك الطبيب؟ هذا السؤال غيطرح مشاكل. وقد يسافر ياتي الى المغرب ويتركها وحدها في البيت، تدخل اللي بغات وتخرج اللي بغات، وهي تذهب مع من شئت، هي في سويسرا، هي في ايطاليا، هي في فرنسا، هي كذا، وعليها الحريه، ما تقدرش تقول شي حاجه. ولكن لو رباه على الاسلام هو يجي ومرتاح. صح ولا لا؟ هذه امور من الامور المخفيه اللي ما كتجبدش اصلا، صعيبه، ملف اسود قبيح، غادي يمرض الناس، ما يقدرش يواجهوا به نفوسهم. في جميع الدول ليس المغرب، في تونس، في الجزائر، في ليبيا، وحتى في دول اخرى قد يكونوا محافظين في دولهم، لكن مجرد يطيروا الى بلد اخر ينزع بقع الحياء والحجاب والنقاب ويتعروا يصبحوا عاريات. والله رايت هذا بعيني في المطار، اقول كيف هذه كانت معي الان بعبايه فاصبحت عاريه، خلاص انها ذهبت الى بلد الحريه، أو ابتعدت عن أعين المراقبة. ربها الأب والأم على مراقبة المجتمع والعائلة والأخ والأخت والأب والأم، وما رباهاش على مراقبة الله سبحانه وتعالى. فهمتي المشكل؟ هنا الطامة، فلا بد من التربية. طيب تفضل أخي الكريم، نتوجه إن شاء الله عز وجل إلى الله سبحانه وتعالى بداية، ثم نبدأ بإذن الله عز وجل.